فرحان قوي يا بنان، انا مش عارف انا صاحي ولا نايم، انا نفسي حد يقرصني يضربني بالقلم يعضني. ايه يا منال بتعضيني؟ مش انت اللي قلت حد يعضني؟ ايوه بس وجعتني. انا اسفه يا حبيبي. المهم تحافظ على نفسك كويس جدا لحد ما نستلم الورث، وبعد كده بقى اعمل في نفسك اللي انت عايزه، ان شاء الله تضرب نفسك بالرصاص. الفرحه اللي انت فيها دي يا منال انا مش فاهمك والله. انت عارفه يا منال انا اول حاجه اعملها لما استلم الورث ده ايه؟ لازم اسدد لكل الناس اللي حاطين فلوسهم عندنا علشان اعيش مستريح. يا نهارك اسود ومنيل، انت هتصرف الفلوس اللي جايه لنا على الديانه وبعدين تقعد تشحت؟ دي الفلوس قد الديون، يعني لو دفعناها هيتبقى لنا ايه؟ يتبقى لنا ايه؟ ايوه يا منال بس مش معقول يبقى معايا الفلوس دي كلها واعيش مديون، انا خايف. ما تخافش يا زغلول. اه لا انا خايف. خليك شجاع يا حبيبي، والقاعده بتقول ان طول ما الناس عارفه ان معاك فلوس هيدوك زياده يا حبيبي. بجد؟ ايوه. يستحيل يستحيل، لازم ادي الناس فلوسها. لا 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 لا. طب انا عندي فكره، احنا نعمل مشروع بالفلوس والدخل بتاعها ندفع شهريا للمغفلين اللي حطوا فلوسهم عندك. افرضي المشروع ده بقى ما كسبش نعمل ايه؟ يبقى مفيش غير حل واحد عشان نحتفظ بالخمسة مليون دولار. لايميني عليه بسرعة. انك تموت يا حبيبي. ايوه يا اختي، عايز انا اموت عشان تورثيني وابوكي يقعد بقى يلحنك العن زي بلدي وانت تقعدي ترقصي. انت مخك تخين كده ليه؟ تعالى، هو مش المحامي قال انك لو مت الثروة كلها هتروح لاخوك بهلول لو هو عايش؟ بس بهلول مات في العراق. ده اللي احنا متأكدين منه، بس لكن هو في نظر القانون يعتبر عايش طالما مفيش مستندات بتقول انه مات. اخيرا فهمت. مش فاهم قصدي. يا لهوي ما تسمع. اسمع، احنا نخلي الناس كلها تفهم انك مت وبعد فتره تظهر على انك اخوك بهلول وانك ما متش في العراق. ايه بقى تقصدي؟ ايه يا منال؟ معلش. الغباء ده. معلش. ساعتها هتستلم الورث كله ولا حد من الديانه هيقدر يطالبك بقرش. ليه بقى يا حبيبي؟ لان ديونك هتسقط بخبر وفاتك. خرب عقلك يا منال، دي فكره جهنميه. اقل حاجه عندي. بس انا دلوقتي عايش ولا لا؟ انا هتعوض حد يا منال. احنا كده بننصب على الناس تاني. ومين في الزمن ده بس يا حبيبي ما بينصبش؟ كل الحكايه ان احنا هندي نفسنا شويه فرصه نستثمر الفلوس ونعيش بقى ونشوف الدنيا وتسفرني وايه. ايوه بس احنا كده بنضحك على الناس كده اهو، ولو كشفنا هروح في 60 داهيه. وده يا ليه؟ ده انت واخوك شبه بعض جدا، الفرق ما بينكم الشعر والدقن. شعر ودقن بس؟ بصي شكله عامل ازاي. ده بلطجي وصايع، وبعدين ده عمره ما غير القميص بتاعه. وبعدين بصي شعره طويل ازاي. يعني انا اعمل شعري كده ازاي؟ انا بقى اطوله ازاي كده؟ ما تقلقش، انا هبعتك لفريد ابن خالتي المكاري يظبط لك موضوع الشكل ده. ده بيشتغل مع اكبر نجوم السينما. طب وفريد ده مش ممكن يفضحني؟ قرشين هيسكتوه. طب وهجيب باسبور مين باسم بهلول؟ هبعتك لسمير ابن خالتي التاني، ده مزور يضرب لك باسبور باسم بهلول. وسمير ده مش ممكن يفضحني؟ قرشين هيسكتوه. ما شاء الله ما شاء الله، عيلتي كلها مرتشين. بيقلبوا عيشهم ولا عيش حتو؟ طب سمير ده انا اللي اعرفه ان هو يعني مدرب اسود في السيرك. سمير ابن خالتي بيعمل كل حاجه، بيدرب اسود ويزور عقود. انا وقعت في عصابه قرود اكيد. استنى بس انا هكلم سمير. بس يا رب ما تكونش ايه نمرته مع الاسد بدات. الو اي سمير. استني نتفرج شويه. سمير انا عايزه منك خدمه. لا مش عشاني، عشان زغلول جوزي بس اوعى تكسفني. عايزين نعمل له باسبور باسم بهلول اخوه. حقه ضايع يا سمير وعايزين نرجعه له. ابعته لك السيرك حالا حالا. مسافه سكه هيكون عندك. باي باي سمير. قال لك ايه؟ قال لي ابعته لي حالا وهينفذ لك كل اللي انت عايزه. يلا بقى يلا روح له. هروح له فين؟ السيرك. نعم يا اختي هروح له السيرك. ده ليل ونهار قاعد في بيت الاسد. يعني الاسد بك. ايوه انت عايزه تخلصي مني عشان تورثيني انت وابوك. انا والله العظيم انت عليت ضغطي ازاي؟ هو هيطلع بره يكلمك وتتفقوا مع بعض على كل حاجه. يلا السيرك قريب مننا جدا. ايوه بس دلوقتي هو لو سالني انت عايز الباسبور ليه اقول له ايه انا؟ تقول له نفس الكلام اللي انا قلته له في التليفون عشان يبقى كلامنا واحد. ايه؟ يبقى كلامنا واحد. ايه هو اقول له ايه بقى بالظبط يعني؟ تقول له ان احنا هنورث 200,000 جنيه، اوعى تقول له مبلغ التركه بالظبط. لا يطمع يا حبيبي. صح. يلا بقى. طب انا جات لي فكره، جات لي فكره يا منى. والله العظيم انت فرحت. ايه رايك عشان ما يطمعش؟ انا هقول له الورث 20,000 جنيه. اسف ده النبهه دي. شفت يا منى؟ انا اروح. والله العظيم اروح. ايه ده انت بتفكر؟ جات لي فكره احلى يا منى. ايه اقول لك؟ اقول له بقى ان الورث 270 جنيه بس. لا استلف منه، استلف منه. خلاص يلا بسرعه يا حبيبي، يلا بسرعه. ربنا يستر ربنا يستر. متسوسو. اطلع بقى اطلب السناكس بتاعي من باريس من جنيف من روما.
على فكره حضرتك في السير ارخص. ايه ده؟ ايه ده؟ عايز ايه؟ الف مبروك يا ست هانم، ايدك بقى على مرتبي المتاخر ست شهور في 1500 جنيه يعني 9000 جنيه، والفوائد اللي عليه 10% يبقى المجموع كله 9900 جنيه.